انا اليوم غادي نحكي لكم على فنان واحد اخر، فنان بصا فاصون دو فوار لي شوز اي بلي ريبليك تاوعه. انا غادي نحكي لكم على الامير عبد القادر العالمي في 18 سيكل بور فاسيليتي لو كوميرس ماريتيم انترناسيونال، تحتمت على لوروب مع لازي. بكري كانوا باش من لوروب تروح لازي ولا لانفيرس الفو باسي على كاع لافريك، تود على لافريك دو سود وتروح بور ليميتي لي فري والوقت وباش يربحوا غايه الغايه. الى ايتي ديسيدي باش يحفروا قناه في مصر باش تولي من الخلف للطرفه من البحر الابيض من الباسان تاع الميديتراني تخرج في لامير روج وتروح للوسيون انديا والدعوه تجي مليحه. بون كي ديسيدوها اليبوك في مصر كان يحكم فيهم واحد الملك بلو تيتر تاع الخديوي، كانوا يعيطوا له الباشا محمد سعيد الخديوي. هذا اللي زوروبيان اتصلوا به وبغاو يديروا هذه القناه، الشعب تاعها في مصر ما قبلوش. هو لا دوموندي كونساي من عند الامير عبد القادر اللي كان انستالي في دمشق، كان في دمشق باسكو كانت السمعه تاعه كبيره وكان الكلام تاعه مسموع. عيط الامير عبد القادر قال له يا سي الامير، قال له نعرف الحكمه تاعك، قال له شوف لي زوروبيان اش عرضوا عليا، قال له بصح وقع لي مشكل، قال له عرضوا عليا باش يحفروا قناه في مصر، قال له ملاك الاراضي رفضوا، وقال له خرجوا لي ناس فتاو قالوا لي باللي ياودي حرام هذه القناه السويس تندار في مصر. علاش؟ قال له باسكو راهم يقولوا باللي ربي مين خلق الكره الارضيه، خلق لافريك مع لازي متلاصقين، لو كان غادي نحلوا بيناتهم هذا تشويه لخلق الله. امير عبد القادر قال له شوف، قال له ملاك الاراضي، قال له عوض لهم ولا ما بغاوش، قال له زيد لهم اعطيهم لو دوبل تاع شي بغاو، قال له روح عمد وابني هذه القناه وربي سهل. اي لا بروف مصر مازالت الان تاكل الخبز من هذه قناه السويس. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.